السيد رضوان بودان رئيس بلدية القيروان، اليوم القيروان في تجارب وأشغال ومشاريع متنوعة، وأيضا احنا على أبواب موسم الأمطار شاء الله ربي يرحمنا بالغيث. تحذيرات بلدية القيروان وتنسيقها مع الجهات المتدخلة في الموضوع هذا، وأيضا نحكيه على مشاريع تهيئة الأحياء الشعبية، المشروع هذا اللي كان منتظر كل مرة يتعش. أي بارك الله فيك، أولا شكرا على الاهتمام. فيما يخص التحذير لموسم الأمطار، الحقيقة كل عام البلدية عندها تقليد من 5 أو 6 سنوات أن أولا تعمل عملية جهر البلوعات الموجودين في المنطقة البلدية الكل، اللي هما ما بين 12% و 15% بلوعة، هذوما قمنا بهم من ابتداء من آخر إجويلية وتوا أشرفوا على النهاية. هذوما التحذير باش ثم المناطق المغمورة بالمياه هذه يكون الأضرار فيها أقل ما يمكن. ثم العمل اللي وقع من عمناول واللي هو غير مسبوق في بلدية القيروان وحتى في بلديات أخرى، اللي هو وقع البروفيلاج نتاع الوادي، اللي هو خاصة راح تعرف الوديان نتاعنا عندها خاصية أني ما عندهاش مجرى محدد تنشر على في السهل نتاع القيروان، تنشر وتساعد توصل حتى 2 كيلومتر في العرض وحتى تفوت الكيلومتر. احنا عملنا من عمناول بالتعاون والحقيقة من إدارة المياه العمرانية اللي تبع وزارة التجهيز، عملنا عملية تحديد مجرى للواد من نادي الضباط تقريبا في التبان إلى الخروج من الحزامية الثانية اللي هي قرب الزربية، يعني فوق قرب 2 كيلومتر. هذه ما قصرتش إدارة المياه العمرانية بتكلفة تفوت 100 مليون، عاونتنا فيهم باش عملنا له مجرى، حددنا له مجرى. هذاك علاش السناء بفضل ربي موقع النشي مشوش موقع ما تقلقنيش برشا بالمشوشي، اولا في جرة الجفاف، ثم جراء العمل هذا اللي ما عادش كالقلت اللي كانت تتجدس معنا في دوائر المدينة وهي تولي تربي البعوض، ما قعدش تو الماء ولا ينساب في المجرى نتاع الواد. وحنا وقعت له زاد اثناء عمليه جهر زاد بالتعاون مع اداره المياه العمرانيه، والحقيقه تو من ناحيه هذا اول عنده تاثير على تكاثر البعوض، ثم عنده تاثير على في حاله امطار غزيره يولي الواد عنده مجرى محدد ويولي ينساب. ثم العمليه الثانيه اللي وقعت زاد وهي غير مسبوقه اللي هي وقعت تحدي توتيد الواد. ايش معنى التوتيد؟ معناها نعملوا له اوتاد باش نحددوا له الحرمه نتاعو، لانه لاحظنا انه في السنوات الاخيره وقع الاعتداء على حرمه الواد بيدو، ثم الناس بني قفل الواد بيدها وهذا ياثر غلو على انسياب المياه ومثل يكون خطر على البلديه. احنا عملنا عمليه استباقيه وتدنيه الواد زاد من ناحيه كما قلت من نادي الضباط الى الحزاميه، ثم من ناحيه ما يسمى بارض بوها اللي هي الحقيقه هي ارض بوها هي اللي تو تمثل خطر واللي تمثل مشكله زاد كبيره لمدينه القيروان، اللي الواد اعتدي عليه بصفه كبيره وحدد من العرض نتاعه. واحنا ذي معناها واقع لقيناه سبقنا، احنا قاعدين تو نحاولوا باش نمنعوا اكثر ما يمكن من حرمه الولاد باش نقللوا المخاطر على مدينه القيروان. هذا فيما يخص مجابهه مياه الامطار. حقيقه ثم بعض النقاط اللي في المدينه اللي هما قاعدوا ديما تجمع نتاع مياه وقت الامطار الغزيره برشا، هذه بفضل هذه جهر البلوعات بوليت حقيقة الماء يقعد بعد ساعتين معاش تلقاه، صحيح يقعد يتجمع ساعات كبيرة متاع ماء ويفوت حتى مستوى الرصيف ويدخل بعض المحلات، ولكن في حدود ساعتين يتعدى. وهذا الحقيقة يمكن معناها الحل نتاعو مكلف لازمو معناها قنوات نتاع تصريف مياه الامطار. ثم مثلا في الحي التجاري هذاك اللي هو تبع التجهيز، وحنا ننتظروا تو من سنوات انه مش يقع اعاده تهيئه المدخل نتاع المدخل الشرقي نتاع مدينه القيروان من سبحان الله الى طريق سوسه، كان مبرمج من سنوات عادي وقت النيابه نتاعنا، ثم معناها انسحب، وان شاء الله احنا مع التجهيز ان شاء الله
يعاودوا هذه كان وقع اعاده تهيئه المدخل هذا تو يقع زادت معالجه مياه الامطار. سمح سيدي آه. يعني ثم مخطط ثم نظره ثم متابعه ومعاينه الوضع ودراسه وثم خليت ازمه ثم كبلديه والا هكاك حسب الظروف وضمن ما لجنه مجابهه الكوارث. هي ثم لجنه مجابهه الكوارث هي لجنه جهويه والبلديه العضو الاهم فيها لانها هي اللي عندها اكثر اليات وعندها اكثر اعوان باش تدخل وهي قاعده تدخل حقيقه بالتعاون مع الاخرين وبالطبع سيد الوالي هو والولايه هي اللي تنسق العمل نتاع الجهات هذه ولكن البلديه هي العنصر الاساسي وهذه بالطبع ديما عن معداتها وأعوانها فيهم جرد ومحطوطين على الذمة في حالة أمطار غزيرة ولا حتى أي أحداث أخرى تديم البلدية على أهبة هذه من ناحية الأولى ثم القدك في ناحية معالجة مخاطر المياه ثم عنا تأكيدات إن شاء الله تتم أنه مش يخصصون 8 مليارات في ميزانية 22 في وزارة التجهيز لتهيئة الناحية الشمالية الغربية اللي هي تمشي من مركز الشرطة متاع المنشية إلى تقريبا طريق تونس هذاك تهيئة الوادي هذاك ويخفف هذا حتى من على حركة المرور يولي المشي هبط المنصورة مش يخرج لتونس يهبط طول ويشق مع الولاية مقعدش يدخل وسط البلاد ويخنق المدينة زاد هدايا إن شاء الله يقع فيه سمح المهم ياسر قلت أنه البلدية عندها إلياتها وتجهيزاتها وأعوانها ثم خلية متاع اتصال مثال المواطنين طاحوا في إشكالية متاع في حي ولا مراش يستحقوا تدخل بلدية يطلبوا البلدية مباشرة ثم رقم يتصل به هو الحقيقة أرقام البلدية معروفة عند الناس الكل رقم رئيس البلدية منشور عند الناس الكل وإحنا إحنا في حالة أي 77 هذيك 230 232 مرلي الرقم موجود 24 ساعة 24 والأعوان البلدية وخاصة رؤساء الدوائر على الذمة دونك وكلهم معروفين في الأحياء متاعهم والناس تتصل بهم هذه مش نقول لك ثم خلية ديما دائمة ولكن احنا ديما كما قلت لك الفرق الفيلقة متاعنا على أوبا وقت اللي تقع أي معناها حاجة للتدخل احنا نكلموهم وندخل هذا بحول الله في متابعة مستمرة النشرات الجوية ربما تابعوا نشرات تحيينية وتشوفوا اي احنا نعرف وقت بحول الله ثم مطر نتابعوا النشرات الجوية وكما قلت لك ثم اللجنة الجهوية اللي هي قاعدة تشرف على العمل الكل وهي قادرة باش تنسق مع خاصة الشركاء البلدية للتجهيز والفلاحة والحماية المدنية وغيرها ثم اللجنة الجوية الحقيقة تخدم في خدمتها ثم تنسيق كماك مع الإدارات حسينا ثم بعض الإدارات ضعف في الحضور الميداني وربما حتى شوية تعطيلات في التدخلات نتاعهم عشان نجم نسميه ولا هو الحقيقة بالطبع ديما التجاوب مش يكون بالنفس نفس القوة ما بين الإدارة ثم اللي عنده الإمكانيات وثم اللي إمكانياته أقل كان بشرية أو مادية ثم زاد الالتزام هذا حسب المدير الجهوي حسب الظروف كل إدارة ولكن احنا الحقيقة كما قلت في مستوى اللجنة الجهوية وقت اللي يقع طلب أغلب الناس تستجيب ولكن تقدم البلدية هي المحور متاع أي تدخل ديوان تطهير مدى تدخله معك هو ديوان تطهير الحقيقة عامل أي ديما يدخل هذا هو أحسن يمكن أحسن إدارة جهوية قاعدة تتعاون مع البلدية هو أولا عند عامل دراسة استراتيجية لمجاري المياه من سنوات عنده فوق 10 سنين من قبل حتى الثورة وعنده دراسة تفصيلية لمجاري المياه وكيفية معالجة الوحدة دي واستفدنا منها احنا كبلدية واستفادوا منها حتى معناها أطراف أخرى في تهيئة الوديان وفي حصة التدخلات الظرفية لا احنا نسقوا ديما مع بعضنا ثم تكامل احنا مخلقين من الحقيقة في بعض الحاجات في بعض النقاط مثلا في الشبكة متاعهم
برشا حصالة اللي يرميوا في الحصائل في كل شيء، ثم كي تدخل البلدية ساعتها تضر لهم الشبكة نتاعهم، وهم زاد عم قلقين في بعض النقاط في المياه المتسربة هذه واللي تكون لنا برشا خاصة في الصيف وفي النفاذ، ولكن التعاون مستمر. إدارة التجهيز بدأ استجابة التدخل والتعاون بيناتكم ومشاركة، ثم تواصل في مستوى الأدنى الحقيقة، ثم التواصل، مش قولك لما يحضروا معنا مثلا في رخص البناء في لجنة رخص البناء في اللقاع في تحضير المولد زادت دخلوا معنا الحقيقة. احنا كنا نود او نتمنى ان يكون التعاون اكثر من هكا بكثير، خاصة ان التجهيز عندها آليات، عندها الآليات، ولكن هي مفرقة على عندها خطر، عندها مسؤولية ولاية كاملة، اني نعذرهم الحقيقة، ولكن نتمنى ان يكون التعاون اكثر من هذا، خاصة انه بيناتكم مشاريع مشتركة تستناو فيها، كما مثلا تهيئة الحي الشعبية. أي. يعني في حي السلام، المنشية والصحابة. هو الحقيقة تو المشروع اللي قاعدين مع بعضنا هو مع سوق سيدي عرفة، اللي هو الإنجاز مش تقوم به الإدارة الجهوية للتجهيز، هذه الموجود والتو معنا في تور الدراسة. الحقيقة احنا نلمن عليهم أنه مشاركوناش في الخطوة الأولى، ولكن تو وقع تدارك الأمر، وإن شاء الله في المراحل القادمة، خاصة أنه قاع تعيين المصممين نتاع المشروع هذا، ووعدونا باش من هكا يعودوا يشاركون. هذا يتوقع حاليا، واللي هو مشروع بيتطور بصدد الإنجاز، وإن شاء الله المشروع الثاني الجديد اللي هو قريب زاد إن شاء الله نتاع السوق الثانية اللي في القيروان الجنوبي، واللي احنا بعد سنوات زادة من الانتظار مكننا ربي باش نلقاو له قطعة أرض تابع أملاك الدولة، واقترحناه احنا، وان شاء الله تبدا الدراسات قريبا جدا، وبالطبع مش يكون الانجاز عن طريق الاداره الجويه للتجهيز. هذوما زوج مشاريع، ثم هي مش معناها من اختصاص الإدارة الجهوية بالذات، ولكن من اختصاص لاريو اللي هي وكالة التجديد والتهذيب العمراني اللي تبع التجهيز، ولكن ماشي تبع الإدارة الجهوية، وهذه اللي منوط بعهدتها التهيئة الأحياء المبرمجين في مدينة القيروان، اللي هما حي السلام، حي الحجام والقسط الثاني نتاع المنشية، وحي الصحابي 3 و4، هذوما تكلفتهم تقريبا 20 مليار. أنا الأسبوع قبل اللي فاتت كنت في تونس مع في الإدارة الجهوية، ثم نتاع حي السلام والمنشية 2 والحجام، هذوما في طور الدراسة، معنا قريب مش يخرج طلب العروض للتعيين المصممين، تعين مكاتب الدراسات، فهمتني، تعين مكاتب الدراسات، شهدوا شوية تأخير حقيقة، هم كانوا ذو مبرمجين 21 تا 21 تقريبا وفاء، هم مبرمجين ما بين 21 و23، يعني تبدأ الدراسات 21 ثم تنتهي الأشغال في 23، إن شاء الله ما يقعش تأخير كبير ولا ببضعة الأشهر ذوما. والمشروع الثاني هو متاع حي الصحابي 3 و4، اللي هم برمج في الأصل ما بين 22 و24 حقيقة، باش ما نظلم حد، دونك إن شاء الله زاد هذا، كنت معاه مؤكد تلم أنا أطلب ألحيت عليهم باش يكون زاد ما يشدش المشروع هذا تأخير في الإنجاز متاعه. إن شاء الله هذوما المبرمجين. الحقيقة قعدت عديد الأحياء أخرى اللي هم في حالة رديئة ويطلبوا التدخل، عديد الحاجات على تقسيم الفلاح. أيوه. والصحابي 1 و2 اللي هو عنده أكثر من 30 سنة، توام اللي هو من اللي تتعاون عندكم مناطق التوسع، ومناطق التوسع بالطبع، مناطق التوسع الحقيقة هذوما مبرمجين فيهم زوز مشاريع، 1 مليار في المتوسطة، 1 مليار و100 في الباطن، هذوما قاعدين يشهدوا تأخير كبير جدا جدا، مبرمجين من 2018، هو تمويل نتاع الدولة، مش تمويل باش نبداو واضحين، مش تمويل البلدية، تمويل نتاع الدولة، ولكن تعرف حال الواقع نتاع الدولة توا، ومتوا ما ثماش احنا كنا تو بضعة أشهر في وزارة الشؤون المحلية والبيئة، والحقيقة تو مازال حتى ما عندناش حتى أفق محدد باش وقتاش الإنجاز نتاعها،
وهذا غير خارج على معناها النطاق البلدية، لأن ما عنده حتى مسؤولية في هذا. هم مبرمجين من قبل ما نجيو احنا، مبرمجين في التنجي في الإنجاز على أساس 2018، ولكن ما انه تمويل ما ثماش، دونك هما في حالة تجميد مجمدين. والحقيقة هما مش كان هذوما برك، المناطق التوسع في حاجة إلى تدخل كبير جدا جدا، وإحنا بحكم القانون معناها فهمتني أنه كل معناها أعباء جديدة تنضاف للبلدية لأي بلدية قيروان أو غيرها، يلزم الدولة توفر لها ما يلزم من تمويلات. وهذه الحقيقة اللي ما وقعش في السنوات الأخيرة. إن شاء الله توب الوضع جديد، إحنا نأملوا أنه يقع تدارك الوضع ذي، وخاصة دعم البلديات بالما هو موعودين به. معنا إحنا وعدنا بهذوما زوز، قلت لك زوز مليارات ومئة، هذوما اللي هما مبرمجين من قبلنا، ولكن وعدنا بمليار وسبعين لمناطق التدخل هذوما، واللي احنا التوا ننتظروا فيهم. معنا فهمتني، ان شاء الله الوضع الجديد هذا تركيز حكومة جديدة انه يسهل في الانجاز المشاريع هذوما.